وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحيا الله إخواننا الزائرين. وقد طلبوا نصيحة، وهذا مما يندرج تحت قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتحت قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وتحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن هنا فإني أوصي إخواني السامعين حفظهم الله، بعديد من الوصايا، أولها تقوى الله الذي أمر الله عز وجل بالتواصي به، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيهم كذلك بالعناية بفقه دينه وعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصار هذا غير عسير على من يسره الله له، لا سيما مع الإمكانيات الحديثة، فهذا أمر مهم في شأن المسلم حتى يهيئه الله عز وجل الخير، وهيئ الله الخير له. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحتى يندرج تحت ظل ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، خرج في طاعة الله أظلته الملائكة بأجنحتها، كان في ظل ملائكة الله. وثبت من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فهو أمر يرضي الله سبحانه وتعالى لمن صدق وصلحت نيته، ولا يستغني المسلم عن العلم طرفة عين في سائر حياته من ليل أو نهار وسفر وحضر. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إن الإنسان يحتاج إلى الطعام الشراف اليوم المرة والمرتين، ويحتاج إلى العلم على قدر أنفاسه. وطلب العلم أمر مهم في حياة المسلم، وهو فريضة على كل مسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يكون فريضة عليه ما يفقه به أمور عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنهم من يكون فريضة عليه زيادة على ذلك لإقامة شؤون المسلمين، ولا ينفك أحد من المسلمين عن هذه الفريضة بحسبه، لأن الله خلق العباد لعبادته، ولا تفهم عبادة الله إلا بفقه دينه، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يوحد الله ويجتنب الشركيات
وكيف يحذر البدع والخرافات، وهكذا سائر أركان الإسلام وشؤون الدين. هل يحرص الإنسان على هذا الأمر الجلل، ولا يذهب من وقته ما يحصل عليه يوم القيامة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا ذهب وقت الإنسان في غير علم وعمل فإنه يذهب في الهمجية، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الناس عالم أو متعلم أو همج الرعاء. همج. والوقت أيها العبد رأس مالك، فإن لم تعتني بالوقت وتحافظ عليه في علم وعمل بقدر ما أتاك الله وهيأك من حفظ كتابه أو ما يسر الله من كتابه، إن هذا القرآن يهدي الذي يقوم، ومن حفظ سنته ما يسر الله من سنته، ومن حفظ ما ينفعك فإنك يضيع عليك وقتك وتخسر. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. من جلس مجلسا لا يذكر الله فيه كانت عليه حسرة وترى، أي يوم القيامة يحسر. لا تلهكم يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وأعظم ذكر الله هو العلم النافع. حتى مجالس علم النحو وعلم الفقه وكل ما كان من أمور الدنيا فهو من ذكر الله، كما قال عطاء وغيره: مجالس العلم مجالس ذكر الله. وأي مجلس علم من علوم كتاب الله وسنة رسوله تتنادى الملائكة للجلوس فيه والاحتفاء به، كما في الصحيح: تنادى الملائكة هلموا إلى بغيتكم. فهذا دليل على أهمية العلم ومجالسه والعناية به، حتى لو كنت في سفرك وعلى سيارتك وأنت مع العلم فأنت في خير وفي طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يموت الإنسان في ذلك الحال وهو طالب علم. وقد جاء حديث ذكر في رياض الصالحين الذي اشترط فيه صاحبه أنه مما يحتج به من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله ويندرج تحت أصول. حاصل ذلك وفقكم الله أن الله عز وجل خلق العباد ليعلموا دينه ويعملوا بما علموا. فمضمون قول الله إلا ليعبدون، أي إلا ليفهموا دين الله ويعبدوا الله. فالله خلقهم للعلم على حسب أحوالهم وللعمل بذلك حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى وهو راضي عنهم. ومن لم يكن كذلك بلا علم ولا عمل فإنه من الخاسرين. قال الله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المتقين. بلى قد جاءتك آياتي، أي ما علمت ولا عملت فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثل المتكبرين. ومن صرفه الله عن آيات الله وعن العلم فقد صرف إلى الشر. قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال الله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي لا يعتني بالعلم ولم يقبله ولا عناية له به يصرف، يقلب قلبه ويفتن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم العلم، لأن الرسول قد مات، والتحاكم إليه بعد موته إلى سنته، كتاب الله وسنة رسوله، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأوصيكم وفقكم الله بالعلم والعمل، فإنه العمل الصالح والهدى، هدى ودين الحق، العلم والعمل هو الهدى ودين الحق، كما قال الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بالعلم النافع، قال وبالدين الحق، قال العمل الصالح، العمل الصالح المطبق على الهدى. فبين الهدى ودين الحق تضافر، ولا يمكن هدى بغير دين الحق، ولا دين الحق بغير هدى. فلا يصلح علم بغير عمل، يكون حجة على صاحبه، والقرآن حجة لك أو عليك. ولا يصلح أيضا عمل بغير علم، يكون على ضلالة وتيه وعدم بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويصير بدعا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم لابتغاء رضوان الله، أي ما كتب الله عليهم الرهبانية، إنما كتب عليهم رضوان الله. هذا ما أوصي نفسي وإخواني السامعين مع التمسك بالسنة والحذر من البدع والخرافات والمخالفات والإفراط والتفريط. علينا وعليكم بلزوم الحق. ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإلى هنا بارك الله فيكم، حياكم الله. إن شاء الله تعالى. شيخ، سؤال بإذن الله الكريم: كثرت في بريطانيا الآن ممن يدعو إلى وحدة وتجمع مع أهل البدع اتجاه الكفار، ويقولون لو ما اجتمعنا مع المبتدعة ونتعاون معهم، اشربوا نموت، جزاك الله خيرا، نتعاون مع أهل البدع لا يكون الحق معنا ويستفيد الأعداء منا، فما نصيحتك بذلك يا شيخنا؟ أنصح إخواني أهل السنة بالتعاون مع بعضهم على البر والتقوى، وأن لا يحصل بينهم تفالت وضياع وفرقة وفتنة وعداوة وبغضاء وتشعب وتشتت وتمزق لأتفه الأسباب. ما داموا على سنة فهم مع السنة وإلى السنة، وما اختلفتم فيهم شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمر أهل البدع التعاون معهم فيه عسرا، حتى وإن أردنا أن يحصل مثلا تعاون على البر والتقوى ربما ما يوافقون، ولكن يريدونك أن تتعاون معهم على شيء فيما يرتسم عندهم في الأذهان وفيما يريدون فيه. وإن تعاونوا معك في جزئية أضروك من جزئية أخرى أو أجزاء. هذا هو الشأن في أهل. ماذا أتعاون مع الرافضي؟ أتعاون مع الصوفي؟ إلى ماذا؟ عندهم بدع يتوبون إلى الله ونتعاون جميعا. غاية ما فيه أنهم من سائر المسلمين الذين هم لم يبلغ بدعتهم حد الكفر، من سائر المسلمين، وثنتين السبعين فرقة لهم ما للمسلمين علينا، ولنا ما للمسلمين عليهم. أما التعاون على إطلاق والمخالطة والولاء وما إلى ذلك، هذا يضر ديننا، هذا يحصل فتنة ويسبب تضعضعا من المتمسكين إلى الضائعين والمبتدعين، وإحسان ظن بهم وليسوا عند حسن الظن، لا سيما وهم أهل أهواء. أيا كانوا، كبرت البدعة أو صغرت فهي بدعة، على اختلافها وعلى شدتها ودون ذلك، لكنها تسمى بدعة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنهم ما تعملون بصير. ولا يجوز الركون إلى أهل الأهواء، ولا تركنوا الذين ظلموا وتمسكوا النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فهذا مادة الخذيلة.
فاستقيموا إليه واستغفروا. نحن مأمورون بالاستقامة من الله سبحانه وتعالى، أمرنا الاستقامة، قل ربي الله ثم استقم، حديث أيضا هذا. هو بارك الله فيكم، كما سبق أن التعاون يحصل بين أهل السنة على الحق على الخير، دعوة وعلما وطلبا ويعني وما كان من شؤون التعاون بشتى معانيه الصحيحة المعروفة. وما عدا ذلك فيما هو من شؤون المسلمين، يصلون جماعة، يحجون مع الناس للمسلمين مع المسلمين وما إلى ذلك. نتمنى لهم التوفيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لهم الهداية، قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما ظلما، قال يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما، كيف كان ظالما؟ قال تحجز عن الظلم. النصيحة له حذر من هذا الخطأ، له وللمسلمين البعد أيضا عن أن أكون على هذا الخطأ حتى ألقى الله عز وجل ما يقربني إليه. فالأخطاء لا يجوز التمال عليها كما فعل بنو إسرائيل، هذا ظل الله بنو إسرائيل وأهلكهم وضرب على قلوبهم لعنهم كما أبان النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول لعن الذين كفروا من إسرائيل لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لملمة. فبعض القواعد التي يعني تتضمن هذه اللملمة التي تعرفونها وبعض ما إلى ذلك، لملمة ينطبق على هذا المعنى، والله يغضب على من فعل ذلك من قبل ومن بعد. نصيحة المسلمين واجبة، وأيضا نحن لا نحب أن يحصل للمسلمين ضرر والله وإن كانوا مبتدعة عصاة، نحب المسلمين التوبة ونحب أن ينصروا على أعدائهم، لكن ما أما الموالاة مع المبطلين فغلط. التميز مطلوب يا أهل السنة على الحق والخير، والدعاء المسلمين بالهداية. وهم نعتقد أنهم من 72 فكرة ما لم يبلغوا بدعتهم حد الكفر، ما أن تبلغوا بدعتهم حد الكفر. وأيضا يعني نعلم لما يحصل للمسلمين من أعداء الإسلام، ولا شك أن المسلمين وإن كان على خطأ فإنه وإن كان على مخالفة ما لم تخرجه حد إلى عن الإسلام فإنه خير من ملء الأرض من الكفار، أمثال ذلك من المعتقد الواضح. كان الشيخ رحمه الله يقول ينصح بالتميز، عليكم بالتميز، والشيخ الألباني نظير هذا أيضا لكنه يسميه التصفية، هذا يسميه تميز، شيخنا رحمه الله شيخ الألباني يسميها تصفية، تصفية الطريق والنهج وتربية على ذلك الحال على ذلك التصفية. أما إذا أردت أن تصفي وهي وما فيش تربي وما فيش تصفية، أنت تريد أن تربي وغيرك يخلط ويخسر ويخرب عليك لأنه ما فيش تصفية ما فيش صفاء. صفي وتستطيع أن تربي هؤلاء الصافين، صفي العقيدة واجعل في ذلك المعنى تربية صحيحة. ائتي بإناء على سبيل ما يذكر بعض أهل العلم نظيف وعبي فيه عسلا يتعبى، لكن مليء بالزيت وحط بينه عسل خرب لك العسل، مليء بالزيت الحارق هكذا ولا من حق البناشر وما إلى ذلك، أو سم زعاف أو أقل ما فيه من القاذورات والأنجاس تحط بين عسل ما يصلحه أخرب. هذا هو بارك الله فيكم، صفي وربي، ميز وربي، تخليطات ما تحتها تربية واضحة، ما تحتها إلا أن نريد يعني كما يقول نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. هكذا يكفي إن شاء الله. سؤالي الأخير، والله يا شيخ سؤالي الأخير، حسن الله لكم شيخ، ماذا تنصحنا بالاعتناء به خاصة في بريطانيا من طلب العلم في ماذا؟ في بريطانيا، في بريطانيا نعم، اطلبوا العلم، أنتم اطلبوا العلم في مساجدكم، اطلبوا العلم في اعتنوا بالعلم، اعتنوا يعني ما أنتم فيه خير، الذين لهم مسجد ويجتمعون ويدرسون ويستفيدون ويسمعون ويتواصلون وما إلى ذلك مما أنتم فيه، فيه خير. نحن قد ذهبنا هناك للدعوة إلى الله عز وجل، ورأينا أن الذين هم لهم عناية بالعلم وكذا حصلوا على خير وتميزوا وصبروا وما إلى ذلك، حتى يفرج الله عنهم يخرجون من بين ظهران الكفار إلى أماكن يأمنون فيها بنية الفرار بالدين وبنية طلب العلم. أما الهجرة في هذه الأزمنة فنية الهجرة فيها نظر في هذه الأزمنة، خوفا أنك ما أدري إلا وقد ردوك بين ظهراني الذي هاجرت من عندهم.
الله يوفقنا وإياكم. جزاك الله خيرا، طلنا عليك يا شيخ، بارك الله، ونسأل الله يرفع قدرك، والله نشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخ، والله بارك الله فيكم، ونفرح بلقائك يا شيخ، والله يدفع عنا وعنكم كل شيء، بارك الله فيك، نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام والسنة. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. Thank you.